بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة معنا تيست نمبر 3 based on unit 5-6 من كتاب أو من بوكلت المعاصر للمراجعة، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نمبر 1 the word scam can have the same meaning as scam، طبعا احتيال لها نفس معنى trick، طبعا يغش، trick يخدع أو يغش، prison sign fraud يعني احتيال، طبعا fraud احتيال. Ask people who have already bought the products don't believe، اطلب من الناس دايما have already bought إن منتجات تم شرائها. Don't believe ads، طبعا هنا ads اللي هي الإعلانات، ما تثقش في الإعلانات. Advantages مزايا، advertise اللي هي طبعا ادفيرتس اعلانات، ديس ادفانت طبعا هنا ادفيرتس اعلانات، او ديس ادفانتشز عيوب، او سنترز سنوتر طبعا هنا ادفيرتس او ادز او ادفيرتسمنت. Don't believe messages to transfer money، ما تثقش في رسائل هتحول لك فلوس او مال. They are always big، هي دايما big scams يتفحص، ولا scares ندبة، ولا scams احتيال، طبعا هنا scams احتيال. say and ray are two words that، طبعا say يقول، ray شعاع، ولكن هما الاثنين لهم rim اللي هو القافية، have the same rim. the small road between the fields is covered with، الطريق الصغير ما بين الحقول، is covered with يعني مغطى ب gravel، طبعا gravel اللي هو الحصى، لكن gravel adjective graveling gravels طبعا جمع، هي دائما جمع gravel ولا تضاف لها اس. don't speak the novel to the film، بات الرواية بالفيلم. they are completely different، هم مختلفين تماما. طبعا هنا don't contrast يعني لا تقارن الرواية بالفيلم. we have a small space where we plant some vegetables، عندنا ايه بنزرع فيها نبات وخضار، أو نزرع فيها خضروات بعض الخضار. طبعا بلوت يعني قطعة أرض زراعية، وإن معناها حبكة الفيلم أو طبعا مقبرة أو بلوت اللي هي مقابر. she had to space after she had injured her leg، طبعا يجب إن هي إيه بعد ما رجلها أصيبت. run تجري، هوب يأمل، هوب طبعا هوب يعني يقفز على قدم واحدة، أما هبن يعني يحدث، لأ هي هوب يعني تقفز أو تحجل يعني على قدم واحدة. we haven't got any cheese، ما عندناش أي جبن. I know، أنا عارف. I space some this evening، في المساء. I will buy، طبعا will buy يبقى مفروض قرار سريع، فطبعا هو لسه هيشتري في المساء، يبقى going to. I'm going to buy، طبعا هنا على إنها decision قرار أو intention نية. a speech الخطبة is based in the meeting by the minister، هيلقيها الوزير. is giving طبعا الجملة عايزينها passive، is being given طبعا الوحيدة ال expression passive عندنا is being given على إنها present continuous، واتحولت ل passive is being given. I have decided، أنا قررت. that I space in it next month، طبعا decision قرار، يبقى going to. I am going to stay. I regret to go to the beach، إن أذهب للشاطئ. it was very cold and windy there. I regret going، أنا ندمت على ذهاب للشاطئ. it was very cold، كان الجو طقسي، الطقس بارد جدا. and windy وعاصف، طبعا هنا فعل الشيء وبيندم عليه. I regret، أنا بندم. the school trip has been cancelled، إن رحلة المدرسة تأجلت. طبعا هنا I regret to say يعني يأسف لفعل شيء. I was busy، بزي من التعبيرات اللي بيجمعها ing. I was busy drying the washing up، أنا مشغول في غسل الأطباق. after drying the showing، بعد ما قام بالتسوق she، أو بعد ما قامت بالتسوق she is based home. she has gone، طبعا هنا مضارع خطأ، هي مفروض قرابة زمني، مضارع مستقبل، يبقى she will go. she will go home، بعد ما تقوم بالتسوق هتذهب عن المنزل، مضارع مستقبل، ولكن لو استخدمناه ماضي تام مفروض يبقى هنا went، وانا ما عنديش went. he asked ملك، هو طلب من ملك lunch،
prepare lunch طبعا هنا ask to prepare. to والمصدر الفعل ask من الأفعال اللي بيجي معاها to والمصدر. بعد كده عندنا read the following passage، هنقرأ القطع التالية. then answer the questions، ونعجب على الأسئلة. لو قلنا قطع what does so much technology do to a child's learning life، يعني ماذا تفعل الكثير جدا من التكنولوجيا لحياة التعلم للطفل. are traditional forms of learning dying a slow death، هل الطرق التقليدية أو الأشكال التقليدية للتعلم تموت ببطء وتؤدي إلى الموت البطيء. Today a teacher should be able to teach more than what Google has to offer، يجب أن يعطي أو يدرس أكثر من جوجل أو ما تعرضه جوجل. However ومع ذلك while we have technology، بينما نحن نحصل على التكنولوجيا we have to be extra cautious، يجب أن نكون أكثر حرصا أو طبعا هنا احتراسا أو حذرا. طبعا هنا cautious يعني حذر. as children are highly vulnerable to cyber crime، يعني أكثر عرضة لجريمة السايبر. students who أو الجرائم الإلكترونية. students who have laptops must be only under strict vigilance، طبعا هنا الطلاب الذين لديهم لابتوب يكونوا تحت رقابة شديدة. instructions التعليمات on cyber crime على جريمة الجرائم الإلكترونية are organized منظمة to create لخلق awareness why about the medium and its the medium الوسيلة and its misuse وسوء استخدامها. in the 19th grown-ups had to gradually convert to the digital age، يعني الكبار يتحولوا إلى العصر الرقمي. today اليوم children seem born into it، اليوم يبدو أن الأطفال ولدوا بذلك. their handwriting and vocabulary have suffered، فهم يعانون من سوء الخط وسوء الخط طبعا اللغة أو المفردات اللغة. parents الآباء complain بيشتكوا that their child's handwriting is deteriorating، يعني خط الطفل بيتدهور. if students can read up everything online، لو قرأ الطلاب كل ما هو موجود على الأونلاين they may stop going to school، سوف يتوقفون عن الذهاب للمدرسة. if students can learn online، إذا تعلم الطلاب أونلاين على الإنترنت so why they should go to school، فلما هم يذهبون للمدرسة. or have teachers، أو لا يكون لديهم معلمون. it's something like self education، فهو شيء يشبه التعلم الذاتي. another drawback of the net، يعني عيب آخر للنت ايج أو عصر النت is that students are at a loss of if one doesn't understand content on the net or have a guide at hand. طبعا هنا at a loss يعني خسارة if one don't or doesn't understand، إذا لم يفهم الشخص المحتوى on the net على الإنترنت or have a guide أو لا يكون لديه حارس. التكنولوجيا can never replace a teacher، فالتكنولوجيا أبدا لا يمكن أن تحل محل المعلم. if pen إذا كان القلم and paper الورقة once defined school days تعرف الأيام المدرسية. it's the stylus and touch screen that do so today، فهو النموذج والشاشة الذين يقومون بذلك أو لمس بالشاشة هو الذي دوزو يفعل ذلك الآن. students will go to school because الطلاب سوف يذهبون للمدرسة because technology can never replace a teacher، التكنولوجيا أبدا لا تحل محل الإنسان. they find the pleasure in the school court، يجدون متعة في فناء المدرسة. learning causes slowness، learning causes أسباب التعلم slowness تموت ببطء. they improve their handwriting، يحسنون خطوطهم. طبعا هنا students will go to school، students still will go to school، سوف يستمر الطلاب في الذهاب للمدرسة. because technology can never، لأن التكنولوجيا أبدا لا يمكن أن تحل محل مين؟ المعلم. what defines the net age، ماذا يعرف العالم الحديث؟
pens and paper الورقة والقلم. طبعا school and teacher المعلم والمدرسة. paper and paper yes ورق وورق البري. طبعا هنا stylus and touch screen طبعا يعرف عالم اليوم اللي هو stylus أو defined طبعا الذي يعرف عالم stylus and touch screen يعني شاشة اللمس. students may stop ربما توقف الطلاب if they can read up everything online يتوقفوا عن eating الأكل smoking التدخين going to school طبعا هنا going to school يعني الذهاب للمدرسة if they can read up everything online لو استطاعوا قراءة كل شيء أو فهم كل شيء على الإنترنت. The summary of the last paragraph is يعني آخر paragraph. The advantages of the internet مزايا الإنترنت. The disadvantages of the internet عيوب الإنترنت. The drawback of education يعني سلبية للتعليم. Increasing the use of internet طبعا هنا increasing the use of internet تزايد استخدام الإنترنت. The word cautious يعني هنا حذر can be replaced with technological careful طبعا هنا can be replaced with cautious حذر careful حذر careless طبعا مهمل هنا careless طبعا هنا catchy يعني شيء جذاب يعني ولا alert يعني منتبه أو حذر طبعا هنا alert يبقى alert or careful. Parents complain that their children's or chance handwriting are deteriorating. الآباء أو أولياء الأمور بيشتكوا إن أولادهم أو طفلهم خطه بيتدهور. The verb deteriorating يعني تدهور can be antonyms ممكن يكون مضاد with developing يتطور طبعا developing decreasing يقلل drawing يرسم explaining يسهل improving طبعا هنا improving يعني يتحسن. The best title for the passage أفضل عنوان للقطعة can be education التعليم technology التكنولوجيا education and technology التعليم والتكنولوجيا education without technology التعليم بدون تكنولوجيا. The effect of technology on education تأثير التكنولوجيا على التعليم طبعا هنا education and technology with the effect of technology on education تأثير التكنولوجيا على التعليم. بعد كده عندنا اللي هو الجزء الخاص بالترانزليشن translate into Arabic ترجم إلى العربية. terrorists اللي هم الإرهابيين are working in dark يعملون في الظلام to spoil لإفساد Egypt's economy اقتصاد مصر and ruin tourist industry وتدمير سياحة أو صناعة السياحة. they aren't loyal to their country فهم ليسوا مخلصين لبلدهم. they terrify and kill innocent people فهم يخيفون ويقتلون الأبرياء which is rejected ومما هو منبوذ by all religions مما هو منبوذ من قبل جميع الأديان. بالنسبة لترانزليت انتو انجلش يجب على الشباب أن يستفيدوا من أوقات فراغهم بشكل إيجابي وذلك عن طريق ممارسة الأنشطة المفيدة مثل الرياضة أو القراءة أو حتى الانضمام لجمعية خيرية. طبعا بنشوف الترانزليشن مع بعض ولكن عندنا اسم مقال عن The Development of Education يعني تطوير التعليم طبعا ده موجود معنا على باراجراف أو مقالات ثانوية عامة أو قائمة تشغيل ثانوية عامة ممكن نرجع ونذكره وتعالوا مع بعض نشوف الترانزليشن. طبعا إن الإرهابيون يعملون في الظلام لإفساد الاقتصاد المصري وتدمير الصناعات السياحة. إنهم ليسوا موالين أو مخلصين لبلدهم إنهم يرعبون ويقتلون الأبرياء وهو أمر ترفضه جميع الأديان. بالنسبة translate into English يجب على الشباب طبعا الشباب اللي هو young people أو the young على طول should make positive use of their free time by engaging in useful activities such as sports مثل الرياضات reading القراءة or even joining a charity أو حتى الانضمام لجمعية خيرية. again young people should make positive use of their free time by engaging الانضمام in useful activities أو by joining
useful activities. لو قلنا join نقول على طول useful activities. By joining or engaging in useful activities such as sports مثل الرياضة, reading القراءة, or even joining أو حتى الانضمام a charity لجمعية خيرية. ومن هنا وصلنا لنهاية تيست 5-6 وانتظرونا مع باقي الامتحانات. والسلام عليكم.